أعتقد أن بوتين قد أخطأ في الحسابات إلى حد كبير منذ البداية. ناتو في هذه القمة في فيلنيوس وافقت على أن تعزز وأن تحسن دفاعها المشترك، وعلى نحو لم تفعله منذ نهاية الحرب الباردة. ولذلك فأنا لأن انضمام سويدن حين طلب سويدن انضمام لناتو جاء بعد غزو أوكرانيا، وأعتقد أن بوتين بشكل غير متوقع ظن أن غزوه إلى أوكرانيا سوف يخيف الغرب، وهذا كان خطأ في حساباته، وبالعكس نجح في تحفيز الغرب. وأيضا أضيف أنه يحث ويحفز الغرب والجيش على تنسيق أنشطة عسكرية وبناء دفاعاته المشتركة على نحو يشبه ما كان سائدا في الحرب الباردة. إذن هذا قرار آخر في قمة فيلنيوس يجعل الخطط الإقليمية للدفاع المشترك ضد روسيا، وأعتقد أن روسيا لا يعد أمامها أي خيار سوى أن تقبل ما تفعله ناتو، لأنه أظهرت نفسها ضعيفة وقرار أردوغان. شكرا جزيلا لك سيد نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف ناتو ووزارة الدفاع البريطانية من لندن. معذرة على المقاطعة.